بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أول سؤال بيقول which of the following is the most likely cause of his syncopal episode؟ هل هو bifascicular ولا برجاتا ولا هوكام ولا long QT ولا trifascicular؟ عايز واحد ما إيه؟ كانت عايزة دكتور أيمن السؤال. Many old man referred to clinic عنده recurrent syncope. He has had three collapses over the past month, which have occurred without warning. He has ischemic disease and has an inferior myocardial infarction some years ago with blood pressure كويس وباس كويس وريجولار والاي سي جيز. الاي سي جي حاول اكبر. رايت رايت بندل برانش ومعاها ليفت اكسس ديفيشن موست بروبلي تكون البايفيزيكولار. دي رايت مش متخاصمين هم ليفت 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 ديفيشن ليفت ليفت اكسس ليفت ديفيشن ايوه ورايت بندل برانش بلوك رايت بندل عندنا ده الفيات كلها جايه ورا بعضيها صح؟ هو الام ايوه اللي هي ال في في 1 و هي رايت ماشيه كده بندل رايت برانش بلوك ماشيه كده باي فيزيكولار بس هو باقي الخيارات كان فيها ايه معلش في باي فيسيكولار في تراي فيسيكولار في برجاتا هوكم ولونج كيو تي. طيب انا ما شايفه صراحه ال في شارت بلوك صح؟ أنا ما شايفة الصورة شوية سيئة عندي بس ما أعتقد صح؟ البي ويف البي ويف في مكانها يعني ما أعتقد إنه البي ويف أكثر من مربع هي شورت بي آر لا هي برولونج بي ار انت هتشوف البي ار لو برولونج بس انا صراحه ما شايفاها لو البي ار برولونج برجاده انا قصدي على البرجاده بقول برجاده برجاده لا برجاده انت من الاول يعني ما انت بتشوف فوق ال اس تي اليفيشن مع ال تي ويف انفيرشن بس انت ما عندك اليفيشن فوق هي ترافي سيكولر اي سي جي شو فيرست معناها البي ار برولونج بي ار اكتر من 200 with right bundle branch block و left axis deviation. بي ار هي بي ار كانت نشوف الصورة دي ما واضحة في الصورة ما صورة صعبة الصورة صعبة يعني عايزة ميكروسكوب دي يعني 200 يعني مربع كبير اكتر من مربع كبير ايوه اكثر من مربع اكبر يعني المربع اطول المهم اكبر من مربع كبير المربع الكبير 240 في 5 المفروض انه يبقى انا عندي لو رايت باندل وليفت اكس ديفيشن وبرولونج بي ار ايوه ماشي مع الاي سي جي وبادئ بالاي سي جي. طيب السؤال ده عدى علينا بتهيألي ايوه كيوتينا كانت كيوتينا تعرض صح؟ ايه which of the following the most likely diagnosis dermatomyositis ولا discoid lupus ولا ديسكويد لوبس the color ولا سرايس بليك سرايسس ولا سكليروديرما. نشوف الكيس 25 سنة عندنا ريفيو هنا suffered from erythematous rash في the past 6 months we develop develop on a sun exposed area of the skin and occasionally itchy and painful. itchy وpainful جايه هنا على على الظهر وقلنا بتبقى بيجمنت دي بيجمنتيشن بيبقى فيها دي بيجمنتيشن دي قلنا ايه سكويد لوبس اللي كنا قلنا عليها ايه هي ديسكويد لوبس بس البرزنتيشن الصورة بس هي اللي أنا
مش جايب لا جوينت ولا اي حاجه، جايب بس راش ريتشي وبينفول على الباك. بس ما تسرعش وصان اكسبوز اريا. دي ديسكويد لوبوس ها ذا باتشي اريثريماتوس راش which occur on sun exposed area, sun exposed skin typically for discoid lupus usually present between 20 ل 40 سنه more common in woman woman than men also more common in smoker typical corticosteroid and systemic antimalarial effective in clearing the rash اريثريماتوس اتشي sun exposed يا احنا متعودين سكويد دي بتبقى في الدماغ بس هي ايه سان اكسبوز نقدر نمسك نفس الصوره دي. طيب إيه سؤال تاني بيقول which of the following the most useful initial test 22 سنه woman جاي الاندوكراين كلينيك discuss screening of medullary thyroid after her mother has been diagnosed condition she no thyroid mass and no was been a history of no physical examination routine blood test unremarkable. احنا الثيرويد المدلري ثيرويد كنا بنشيك على ايه؟ على الريت ميوتيشن بتاعت المنتو الميتانفرين عشان في كروموسيتوما ميتانفرين ما هو لغاها صح؟ لما في لغاها كرومو كروموغرافين ايه؟ كروموجرانين ده هو النيورو اندوكراين تيومر الريت هو مش هو هو لغة يا دكتور حسن. أنا السؤال فيه ملغي صح؟ يعني هو قال إنه ما في ثايرويد صح؟ ولا نو ثايرويد ماس؟ أوكي هي هو عشان اتوزومال دوميننت ديزيز ثايرويد ميدلر ثايرويد هي خايفة وما عندها كده فهي عايزة تعمل سكرين لنفسها. نعمل ايه بقى؟ تشيك على ايه؟ ده الكروم جرينين ايه دي بتاعها تقريبا اعتقد ان ريد كارت ولا هو ريد كارت مونيتور ما بعرف ريد ميوتيشن الريد موجود مع المن 1 مع المن مع كان موجود مع المن 2 صح؟ المن 2 تمام يبقى الريد ميوتيشن almost all cases all cases of sporadic medullary thyroid carcinoma tested by rate mutation followed by testing in the first and second degree relatives large population ماشي يبقى دي اللي هو الريت ميوتيشن مظبوط ده كان بتاع ايه ده هنا بيبقى هي الفكره هي مش عايزه المدلري بس هي عايزه الايه المنتو تقريبا صح. طب ليه ده elevated في الادفانسد ميدلر ثيرويد فور مور يوسفول ان مونيتورنج ثيرابي للكانسر يعني بقى مونيتورنج بقى ده ده استخدمه في المونيتورنج لكن الريت هو اللي نستخدمه. طيب ماشي ناخد سؤال تاني بيقول which of the following the most likely diagnosis هنا كود اكوينو ولا كونس مدلاريز ولا ديسكريتيف موتور ولا epidural abs ولا spinal stenosis. نبص طيب على الحالة 24 year old woman admitted emergency department عندها weakness في ال her left leg و she has several previous attendance to at hospital including for investigation if reflux esophagitis irritable bowel disease chronic lethargy. We understand that her mother has recently been admitted to hospital with a stroke. She smokes 5 cigarettes per day. We بتاخد oral contraceptive pills. الباور عندها 1/5 الباور ويكنس affecting the whole left lower limb. Diminished reflex. When trying to flex the left leg in a supine position. In a supine position. تمام. There is extensive pressure felt through the right heel. In examination, the right leg entirely normal, the sensation normal bilaterally. يبقى انا عندي بس weakness
وكان عندها reflux esophagitis و IBS chronic lethargy. There is extension pressure felt in right heel. طيب ال hemoglobin كويس و disease platelet sodium potassium creatinine. لتنت رجلها ممكن تبقى الموضوع له علاقة بالسباينال سينوزيس. هي ما بتقدر صح ما بتقدر تفلكس ال فين اجيبها هنا هي الني Associative motor disorder. The clinical scenario here was severe discrete functional illness, include symptoms gastro reflux with IBS, chronic lethargy coupled with limb weakness, does not fit with a specific neurological pattern. We consistent with dissociative motor disorder. يعني فعلا هي مش جاية مع حاجة معينة. طيب the red sign report اللي هو ال Hoover sign. When patient try to flex the weak leg, there should be extension. الناس كانت مجاوبها spinal. اللي غلط. اوفر ساين. طيب سؤال تاني بيقول which of the following medication should be discontinued before starting allopurinol؟ هذا الادوسيرين. سؤال تاني بيقول which of the following is the most appropriate initial screening test؟ طيب 25 سنة man جاي الكلينيك new diagnosis of HIV he was exposed to TB as a child was diagnosed at the age at that stage with latent TB infection although physical examination revealed no sign of TB infection He has no symptoms. You want to screen him again to latent TB for starting LA retroviral. Drug قلنا بنستخدم ايه؟ الجاما ليه؟ عايزين ايه؟ انترفيرون جاما تيبركلين سكين تيست ولا يورين ولا انترفيرون جاما؟ ولا هيطلع نيجاتيف عشان قلنا عشان عنده اتش اي في. طيب برونكال فيرور لافيج سبيوتم تيستنج تالي دي لازم سبيوتم هو ما عنده ما عنده سيمتوم صح يعني ستيل هو ليتن هو بس جاست فور يعني عايز تو ستارت تريتمنت عايز يتاكد بس قبل ما يستارت تريتمنت نعمل ايه؟ مش مشكلة ان نبص سبيوتا انترفيرون جاما انترفيرون جاما طيب نقرأ الحتة دي This situation with episode of TB infection as a child tuberculin testing may be positive in absence of active TB infection and may be negative because T cell عشان هو عنده اكتف اتش اي في طيب يبقى الانترفيرون جاما ريفير ان ذيس سيتويشن وير جاما انترفيرون ريسبونس تو سبيسيفيك تي بي انتيجين امبارح احنا كان عدى علينا السؤال بتاع اللي هو النات كان ايه كان اكتف تي بي يعني ولا كان ايه ايوه ده كان اكتف تي بي كان السؤال أمس كان أكتب
كان بتاعت التي بي كده روح مش فاكرها بصراحة، حد فاكرها؟ هو انت هنا بتشيك على لاتنت تي بي عشان كده هناك لا كان في سيمتومز كان في، فانت حتى لو عملت اللي هو البايوبسي من نات او سبيوتم نات فكان حتلاقي، بس هنا لسه هو ما عمل اكتيفيشن يعني لسه ما حصل ما في سيمتوم. هو انا اعتقد كمان الدكتور حسن هو له علاقه بال اللي هو انا دلوقتي عايز اعرف ليتنت، هو دلوقتي هنا هيبدا الهارت تريتمنت محتاج ان هو يتاكد ان ما فيش تي بي برضه، مثلا لو هياخد ادويه اميونو سبريسيف مثلا روماتويد او اللي هو البيولوجيك ثيرابي انفليكسيماب او كده محتاج يتاكد ان ما فيش تي بي، فهو مش باين عليه اعراض، انت عايز تتاكد ان ما فيش تي بي بتعمل اللي هو الانترفيرون جاما ريليز ده اللي هو الاجرا ده في الليتنت تي بي، فاهم حاجه اتاكد مفيش ليتن عشان لو هو بياخد دراجز ممكن تعمله ري اكتيفيشن تعمل كده، فده اللي يعني اعتقد احنا هنا بنحتاج اللي هو الاجرا ده الليتن تي بي عشان اثبت ان، انما الاكتيف انا عايز ادخل بعلاج كوادربل تريبل ثيرابي يعني عايز اثبت ان هو موجود فعلا كلشر بقى نات اي حاجه. ده انا عدى علينا سؤال كان النات قال لك عشان واحسن من الكلشر عشان فكره ان هو اسرع او اكتف واصلا هو الكالتشر عشان اثبت هو موجود فعلا وهبتدي علاج تريتمنت اللي هو تريتمنت للتي بي مش التريتمنت للليتنت تي بي عشان هو اللي هو عشان التريتمنت هيفرق. صح صح تمام. طيب لينا ناخد سؤال تاني. طيب بيقول شكرا دكتوره ربنا يبارك فيك، which of the most appropriate next ايه النكست ستيب من دول؟ ترامسوبرين ولا أموكسيسيلين ولا ليفو ولا إريثروميسين ولا الأخراني النيتروفرنتوي؟ طيب نشوف إيه الموضوع. You ask to review 71 سنة woman admitted عندها fourth urinary tract infection over the past year we treated with antibiotics for the past 5 days despite this she still confused with spiking fevers we had an examination and the suprapubic tenderness ongoing UTI where there is no line tenderness microscope culture and sensitivity and then E. coli sensitive to trimethoprim which she has received a 200 milligram oral dose since admission with observation chart demonstrate spiking fever 38.5 2-3 occasion each day. طيب يبقى هي سنسيتيف للتريمثوبريم والسي ار بي عالي تمام. طيب نيكست ستيب، طب ما كونتينيو تريمثوبريم بدل هي سنسيتيف ولا ايه رايكم؟ لا غلط، تاخد ليفو. ليه؟ there are a number of reasons why this patient may be suffered from recurrent UTI, including bladder stones or bladder diverticula. At this stage, the most important intervention to switch to an alternative antibiotic, the levo, عشان complicated or recurrent E. coli UTI, once recovered, cystoscopy is indicated. عشان هو شك إنه في diverticula. ليه طيب مش continue this patient still spiking fevers and has significant elevated CRP level 5 days after starting therapy يبقى دي failed بقى من appropriate نحن نكمل. يبقى هو كان بيقول ان هي 200 oral dose since admission أنا يا دكتور حسن هو الريكيرن يو تي آي يعني دائما تايرنج السسبشن حق سيدومونس يعني ده على حسب أنا يعني عشان كده دي بريفير اللي هو السيبرو أوكي أنتي سيدومونس يعني هو ما جاب هنا واضحة بس يعني دائما هم تايرنج السسبشن حق إنه في سودو. ف
ده تقريبا يعني ده اللي انا عارفه عنه يعني. طب ليه مش فانت لما ما يكون في سبريشن من اول كام يوم معناها في عندك تو اورجانيزم، يعني واحد هيشتغل والتاني ما هيشتغل. سوري يعني في تو اورجانيزم، يعني عندك اللي هتكون الايكولاي وهيكون معاها سيدومونس، يمكن ما ظهرت في الرابت تيست، بس يعني هو لو عمليها كلشر يمكن تظهر ليتر اون. فهو قال هنا ممكن يكون دايفرتيكوز الله اعلم، بس دايما اليو تي اي دايما الريكيرنت يو تي اي دايما وراها سيدومونس يعني. تمام. طيب خلينا ناخد فكرة تانية. بيقول هنا which of the following the most important intervention at this stage intervention. 27 سنة woman who has been seen frequently in emergency department with episode of self harm أو تنتحر كتير دي، واخدة 60 تابلت من الأسبرين، 60 تابلت من الأسبرين 500 ملي جرام من نص ساعة. هي distressed nauseating vomit once وعندها tinnitus. blood pressure بتاعها عالي سنة بس 90 regular، respiratory rate 30 وعندها tender epigastrium وhair weight. المشكلة ان الويت مغطى على الويت، يعني عشان نحسب ال احنا عموما كام 60 في 500 نشوف وزنها هنا دي. نجيب الإجابة دايركت حتى مش جايب نص. طيب بعدين بتهيألي في أول ساعة لازم إيه نجرب الأكتيفيتي تشاركه بغض النظر عن الدوز. إحنا عدى علينا سؤال زي كده من قبل كده، بغض النظر إن هي عاملة، أول حاجة نجرب الأكتيفيتي تشاركل عشان خلال أول ساعة. ولو كانت أكتر من 700 هنعمل دياليسيس، ولو كانت ميتابوليك أسيدوزيس، ولو كانت حاجات تانية كده. يبقى أكتيفيتي تشاركل، نجرب الأكتيفيتي تشاركل. أكتيفيتي تشاركل considered for potentially life threatening overdose considered to be أكتر من 500 ملي جرام بير كي جي. مرة بتهيألي 700 كان كاتبين 700. طيب ناخد سؤال تاني. سؤال تاني بيقول which of the following the most likely cause of his abnormal AST. هل هو atypical pneumonia ولا هو DKA ولا hepatic infarction ولا paracetamol ولا rhabdomyolysis. لأن الـ EBT EBTT كويس والـ PT كويس، كرياتين كينيز 15 وشوية 15200. طيب و ايه تاني؟ بيلروبين كويس، الكلام في الفوسفاتيز، الاي سي تي عالي، الجلوكوز عالي، الجلوكوز عالي تمام. وايه تاني؟ الفوسفيت عالي، كرياتينين عالي، بوتاسيوم عالي. طب الكالسيوم، جايب الكالسيوم مش جايب الكالسيوم؟ البايكارب قليل. طيب نبص على الحالة كده، نشوف الكيس سيناريو كده نطمن برضه. 70 سنة man type 2 diabetes found on floor by his home. هنا he has been there for a known period perhaps as long as 48 ساعة ماشي، وعنده ischemic heart disease وبياخد range of medication ramipril atro and dopamide aspirin. We recently lost his wife to cancer and has seen GP under depression. طيب he admitted to emergency department last year. كان episode of pneumonia suffer of tuberculosis وهو child. temperature عندنا عالية، البلس 95، depression كان عنده depression. طيب we blood pressure 90-60 وعنده there are sign of consolidation على left base
auscultation of the chest, abdomen in generally tender, confused and drowsy, mowing in comprehensive words. طيب ده ايه الاختيارات قلنا؟ تبقى النيمونيا ليك ايه؟ هو تايب 2 ليك ايه صانف تايب 2 طيب؟ هيباتيك انفاركشن ولا بارستامول ولا رابيدوميرسيس؟ شكلها رابيدوميرسيس ولا ايه رايك؟ السيكي عالي قوي و رابيدوميرسيس والبوتاسيوم عالي والفوسفيت عالي اي كي اي رابيدوميرسيس ماشي ايه رابيدوميرسيس فعلا بعد كونسيدربل تايم كده مرمي فهمت له القصه دي بناخد سؤال تاني بيقول which of the following the most likely diagnosis هو RDS RDS الاكسري فعلا شكرا لا hospital acquired pneumonia ولا aspiration pneumonia ولا left ventricular failure ولا miliary tuberculosis ما miliary شبه برضو شوية صح هي دي الصورة اللي عفشة قوي دي فعلا هي كانت ال RDS أنا أتأكد كده في الدنيا من سنة من is an inpatient high dependent unit تمام admitted some 12 ساعة earlier عنده acute pancreatitis acute pancreatitis فعلا هي اللي بتعملها hypoglycemia marked elevation white BCs عنده renal هي الشكل ده ار دي اس او ميلياري تي بي زي ما انت قلت فهو هنا بنكرياتايز بتعمل ار دي اس اصلا تاني حاجه سي في بي 9 سنتيمتر ووتر مش ميركري فده طبيعي فهو طالما سي في بي طبيعي يعني مفيش فوليوم مفيش هارت فيلير يعني وفي بقى بنكرياتايز يبقى ده ار دي اس صح اكسكلود الكارديوجينيك سي في بي مش عالي يبقى ار دي اس فعلا رابيد ديفيوجن هير سي تي متشاف على الاكس راي نورمال سي في بي ده كله ماشي مع ايه الدياجنوز بتاعنا انتوبيشن فنتليشن سي في بي مونيتورنج كابلد وذ كونسنتريتد سبورت انتنسيف اور موست ابروبريت نيكست ستيب طيب سؤال تاني بيقول ايه which of the following the most likely diagnosis hepatitis A ولا B ولا C ولا D ولا E الكلان فوسفاتيز عالي اللي الـ CT اعلى منه حاجات العالية قوي دي قلنا دايما ايه hepatitis E او ischemic تقريبا 26 سنة man pregnant يبقى غالبا ايه hepatitis E خلينا ايه راحت مولودية بنجلاديش يبقى hepatitis E صح؟ الفاكسينيشن للإي كمان عشان ما نتلخبطش. سؤال تاني بيقول which of the following the most useful investigation for patient hemoptysis؟ طيب هنا بيقول برونكوسكوبي and biopsy ولا بالمونري انجي ولا فيرون جاما تيستينج ولا ثرومبوفيليا طيب نشوف ايه الموضوع 30 سنه وومن لونج ستاندينج سيستيك فايبروزيس جت ايمرجنسي ديبارتمنت عشان عندها هيموبتيسيس وكاف اب ان اي كاب فول بلاد شي هاز from the current small amount of hemoptysis over the last few months. Her exercise tolerance around 30 meters. We take a range of medication,
السيستيك فايبروزس نيبولايز انتيبيوتكس. طيب اكزامينيشن ريفيل التمبريتشر كويسه والبريشر ظن كويس والبالس كويس وريجولار عندنا كورز ويز ثرو ذا بوث لانك فيلد والاكس راي عندنا بايلاترال تشينج ماشي مع البرونكيكتسيس برونكيكتسيس ماشي. الوايت بي سي سكور عندها بلاك كويسه صوديوم بوتاسيوم كويس الكرياتينين كويس اكتف يعني عالي سنه. طيب هي عندها ايه؟ عندها سيستيك فايبروزز. سيستيك فايبروزز ممكن عندها برونكيكتسيس وقال عندها برونكيكتسيس وبرونكيكتسيس ده ايه رايكم؟ ايه الموست يوسفول انفستيجيشن بيشنت؟ ده اكيد انفكشن صح؟ انفكشن على سيستيك فايبروزز. نعمل كلشر بس الهيموفيسيس بالكمية دي خلينا نفكر في بلاد فيسلز او حاجة. تمام. تي بي ايه انا حسيت كمان الهيموفيسيس يبقى مثلا. طب ايه اللي انفيسيف يعني حاجة بتفرقع البلاد فيسل فبيعمل كده بس ولا ايه دي؟ لو انفيسيف انفكشن يعني هي برونكاسيس يعني سورس الانفكشن فممكن مثلا انفكشن عامله انفيجن بالضبط. سي تي بالمونري انجيو عندنا البرونكيال ارتريز وذ انريزم فورميشن از ا ريكوجنايز فيتشر اوف لونج ستاندينج سيستيك فايبروزس يعني ممكن يحصل انريزم في البرونكيال ارتريز مع اللونج ستاندينج سيستيك فايبروزس. طيب ليكج اوف فروم برونكيال ارتري انريزم The possible cause of the hemoptysis seen here, IV, is the only potential option for therapy. However, associated with increased risk بتاع venous thromboembolism, it is important to first confirm the cause of hemoptysis and investigate therapies زي الـ arterial embolization. باللونج ستاندنج السيستيك فايبروزز ممكن يعمل ايه؟ بوظ البرونكيال ارتري زي ما في انيريزم تفرقع ترانزيميك اسيد ممكن برضو نعمل الايه امبولايزيشن. صح. Which of the following the most useful investigation 22 سنه woman brought it to clinic suffered symptoms stroke following scuba diving. طيب عندها some residual weakness and poor coordination affecting her arm. She surfaced normally with her friend and her symptom began shortly after entering the transport boat. بريشر كويس باص كويس ريجولار ودمس اندكس 22 عندنا ماينور ويكنس افكتنج الليفت ارم. سكوبا دايفر اير امبوليزم ده الاير امبوليزم يعني نزلت طلعت مره. طيب هنعمل لها ايه دوبلكس ولا بابل ستادي عندها عشان ضربت الدراع صح يبقى زي البارادوكسيكال صح كده عشان كده نعمل لها البابل صح. نيتروجين امبوليزم ريليتد تو سيرفيسينج فروم ذا دايف بسرعه يمكن that has crossed the cerebral circulation via an AECD. تمام. dive until clear by cardiologist. سؤال تاني بيقول ايه which of the following the most
weight to treat blood hypertension. Spironolactone. Hypokalemic or alkalotic? Hypokalemic or alkalotic. Cones يعني؟ بس استنى شوفوا كونز ولا malignancy. 32 سنة. Refer to pharmacology clinic. Difficult to control hypertension. في ادرينوما. بياخد ايس بياخد ايس والاس مش ملوش دعوه بالكونز البرايمري ده. ما في سيتي عنده ادرينال ادينوما. علاجه سيرجري بس شوف السؤال بقى يعني عايز رونالكتون ولا فينوكسي بنزامين ولا اندوبامايد ولا اتينولول ولا الاخراني بريدنيزولون. سبيرون لكتون كونس.